السلام عليكم. أولا فيما يخص العرض الأول، بما أن الأشياء ما كانتش واضحة، ونظن باللي حتى المدرب عبد القادر عمراني كان هو اللي كان غادي يشرف على الفريق، لكن الظروف تاعها ما سمحت لهش. من بعد ما شفت باللي كيما نقولك لو بوست ايفيد، المنصب كان شاغر، دونك اتصلوا بيا. والحقيقة البارح ندير كل شيء، البارح اتصلوا بيا صباح وفي الحشية كيما يقولك جي سيني مون كونترا، جي اكسبتي لوفر بريميرمون، باسكو انا نظن بلي كاين اختلاف في الراي، وكل حنا نحترموا الراي تاع كل شخص، لكن بما اني ابن مدينه وهران ولعب سابق في هذا الفريق وبصفتي مدرب، دونك قبلت العرض. وفريق مدينه وهران فريق ما يترفضش رغم الظروف اللي راه يمر بها، والوضع الحالي كما يقول لك هذا راه وضع راه في عده سنوات، دونك حنا نتمنوا كما يقول لك الامور تتصلح وتعاود الفريق يولي كما كان. دونك ان شاء الله المجيء تاعنا نقدم من الناحيه الفنيه حتى من ناحيه التنظيميه، لازم تاني اون دوا سامبليكي من الناحيه التنظيميه، لان من ناحيه المشكل تاع الفريق راه من الناحيه التنظيميه. دونك انا كمدرب كما يقول لك لونترينور برينسيبال، دونك لازم نكون تاني يكون عندي راي في اي امر يسرى ان شاء الله. دونك كان لي حديث مع الرئيس يوسف جباري اللي نشكره بالمناسبه اللي وضع فيا الثقه، دونك تكلمنا على هذه الامور، والناس تهضر على البطاقه البيضاء. انا البطاقه البيضاء عندي الحمد لله، دونك حتى اليوم درت اجتماع مع اللاعبين قبل بدايه الحصه، وهضرت لهم على الخطوط العريضه كيما يقول لك، ومن بعد ان شاء الله في رمزير يعرفوا العقليه كي دايره. دونك الناس تتكلم على الانضباط، الانضباط انا كمدرب منضبط، دونك اللاعبين لازم يتبعوا ثاني الانضباط تاعنا، وما نكذبش عليك الانضباط خط احمر. اللاعب اللي يقوم بتصرفات غير لائقه يفالوبي كاش، دونك اون لا بور سا. احنا العمل تاعنا هو الميدان من الناحيه الفنيه، احنا نجو هنا ندربوا اللاعبين ونعطوهم الارشادات والنصائح، ويوم المقابله لو كان اللاعب ما يقومش بالواجبات تاعه اون با فير دو بون ريزولتا. دونك الواجبات تاعه يديرهم في الميدان في التدريبات، وان شاء الله بدايه من المقابله الجايه ضد نجم مقرا يوم الجمعه ان شاء الله نتحسنوا اكثر، لان حتى المقابله الاخيره في الاربعاء نظن باللي الفريق لو كان ما كانش فيه النقص العددي كانوا قادرين يديروا النتائج، لان التغييرات ما اندارتش. تشوف فريق يدير خمس تغييرات وفريق يدير غير تغيير واحد، سي با ايفيدون، سيرتو لا بروميير جورني مع هاد لاشالور اللي راهي وقع. دونك لي جوار اي زونفورني اللي كانوا تماك، هذوك لي تري جوار داروا ان بون ماتش رغم الهزيمه، لكن فو تيري لي زونسينيومون، فو فوار سكيل فو، لازم نعرفوا كيفاش نوظفوا اللاعبين، لان راك تشوف الله يبارك شحال من لاعب راه تقريبا 33 لاعب، هذا شيء كثير، لكن دوك نلقاو كما يقولوا سوليسيون مع الاداره. اللاعبين اللي فريمون ما نسحقوهمش يدواف تروفي ان كلوب، باسكو يقعد هنا انيتيلمون غادي يغبن روحه يغبن الفريق، دونك لازم نلقاو دي سوليسيون، لان كما يقول لك في الديبي دو سيزون ولاو من هب ودب وليس في الفريق، دونك لازم نلقاو دي سوليسيون فريمون اورجون، باسكو الوقت ما راهش في صالحنا، لان البطوله بدات. لو كان البطوله ما بداتش تقد نقولوا عندنا الوقت، لكن نقول باللي حتى التحضيرات ما جراتش، ما نقولوش في ظروف ماشي ظروف مليحه، مي الوقت ما كانش كافي، لان لما ما ديرش 45 يوم تاع تحضير الفريق ما يلقاش المعالم تاعه في بدايه الموسم، لكن بمرور جولات ان شاء الله يتحسنوا. انا نعرف شنو اللاعبين اللي راهم هنا براتيكمون ابار لي جون اللي ما نعرفهمش مليح، مي براتيكمون لي زوتر جوار نقول 90 95% نعرفهم تري تري بيان. يا كيما يقول يا ان بون بات، يا ان بون بات، كاين لاعبين اللي عندهم امكانيات مليحه. دونك كيما قلت لك حنا كطاقم فني ولا انا كمدرب رئيسي لازم نعرفوا كيفاش نوظفوا اللاعبين. وانا لو ميساج تاعي كان مع اللاعبين، وهو قلت لهم باللي الاحسن هو اللي يلعب، ما كان لا صغير لا كبير، مام هاد لي جون اللي راهم عندنا الله يبارك، يعني نعرف فاما دو جو اللي راهم هنايا، التميمي ولا اوكيل ولا شريف الوزاني الياس اللي عندهم امكانيات مليحه، سي سون كاباب دو جوي فون جوي، والله العظيم ما كانش زعما تاع انا باسكو الناس غالطه بزاف، انا ما يخلعني حتى اسم، الاسماوات ما يخلعونيش، انا جو فو دي جوار كي سو بات، جو فو دي جوار كي موي لو مايو ويسدون افون بور سو كلوب ان شاء الله، والله يوفقنا باذن الله.